قدمت من نجران الى جدة وقد نوت العمرة، لكن عليها الدورة الشهرية وتريد ان تعتمر غدا ان شاء الله، فمن اين تحرم؟ تحرم من الميقات الذي مرت عليه، ترجع له تحرم من، ترجع الى الميقات الذي مرت عليه قادمة الى مكة وتحرم منه، لأنه كان المفروض أنها أحرمت من الميقات وله حائض، يصح الإحرام من الحائض، لكن لا تطوف وتسعى إلا بعد أن تطهر وتغتسل، تبقى في إحرامها. فهي أخطأت بكونها تركت الإحرام وجاءت إلى مكة وهي تريد العمرة لكن بدون إحرام، تظن أن الحيض يمنع الإحرام، هذا غلط، عليها أن ترجع وتحرم من الميقات.